مجرد وسيلة، وقد يكون المستخدم لها ليس شرطا دائما الذي يظهر أو الذي يأخذ العنوان. ونحن نعرف أنه في كثير من الحالات كانت تنسب هذه العمليات إلى جماعات على أساس أنها إسلامية، قاعدة أو جية في الجزائر سابقا أو فيما بعد داعش، لكن يتبين أنه ليس حتما هم الذين كانوا وراءه. ثم أن حتى في داعش نحن نعرف، وهناك شهادات كثيرة جدا، من أن كثيرين لبسوا لباس داعش في العراق وفي سوريا، وأصبح داعش هو كل جهة، كل طرف يقاتل طرف آخر قد يستخدم داعش، سواء يستخدمها فعلا أو فقط يستخدمها كتسمية لتصفية حسابات. المشكلة أن العراق للأسف أصبح أرض لتصفية الحسابات، وتصفية حسابات متعددة الأطراف، يعني داخلية أحيانا تبدو وكأنها أيضا طائفية، أحيانا هي إقليمية دولية. إذن عدة طبقات وعدة أطراف تتصارع للسيطرة على العراق لأسباب متعددة، ليس فقط قضية الثراء العراقي والموقع الاستراتيجي والتاريخي وللعراق، ولكن أيضا لأن السيطرة على العراق سواء كان بالنسبة للإيرانيين أو للأمريكيين أو حتى لبعض الخليجيين هو تمدد وتوسع في إطار الحروب التي قائمة بشكل أو بآخر، أو أنهم يفترضون أنها ستقوم. بدون وجود دولة مدنية حقيقية في العراق، بعيدا عن التدخل الطائفي أو التدخل العسكري أو التدخل الخارجي، وبدون أن الشعب العراقي ككل كطوائف متعددة أو كأطراف متعددة يتفق على أن الحد الأدنى هو العيش المشترك، والحد الأدنى هو قيام حكومة يختارها الشعب وليست تختارها المرجعيات أو الجهات الداخلية أو الخارجية، فإن للأسف الوضع سيبقى. وإذا كانت اليوم داعش غدا سيقال اسم آخر أو جهة أخرى أو طرف آخر. بس بالعودة إلى أنا طبعا أثني على ما تفضلت به، لكن بالعودة إلى هذه العمليات بالذات اللي هي العمليات الانتحارية، ما الفرق بينها وبين عمليات التي تستخدم فيها وسائل أخرى؟ هنا الشخص الذي يقوم بهذه العملية يقوم بها بناء على اعتقاد، وإلا لما قتل نفسه، لأنه هو كل مال الأرض لا يفيده إذا كان سيموت، هو إنما يقوم بذلك اعتقادا منه بأن هذا العمل الذي يقوم به هو عمل نبيل، وأنه سيحصل على جائزة أخروية رفيعة القدر. لكن في حلقة، الحلقة هي من الذي يتلاعب بعقول هؤلاء، من الذي يوجههم، من الذي يستغلهم، من الذي يجندهم ويقنعهم بأن الذين يقومون بقتلهم يستحقون أن يقتلوا، وأنهم إذا قتلوهم فسيذهبون إلى جنات الخلد. هو هذا السؤال. ولذلك أنا لما يعني تكلمت في قضية أنه العراق ليس فيه هذا الإرث، ليس فيه هذا التاريخ، ليس فيه هذا التعود على مثل هذه الأنماط، فإذا الحالة التي طرأت للعراق أو جاءت للعراق بعد 2003، أولا هيئت جو معين، مناخ معين، هذا المناخ بين المناخ السياسي والمناخ الثقافي والمناخ الـ يعني خلنا نقول الحضاري الوجودي للإنسان، بحيث أنه دفعك للبعض بأنه يظن مثل ما أنت تفضلت أنه هو بفعله هذا هو مباشرة طريقة إلى الجنة، والآخرين يعني هم يستحقوا ما وقع منهم. لا، هو أكثر من هذا، هو بعد يعني الكثير منهم ممن قبض عليه قبل أن يقوم بجريمته، قال أنه لما سألوه قالوا له طيب والأبرياء الذين تقتلهم، قال يذهبون إلى الجنة، يعني هم يموتون على نياتهم، فالأطفال والنساء والأبرياء يذهبون إلى الجنة، والذين فيهم فاسق ويستحق الموت فسيذهب إلى، يعني هو نفكر في الموضوع وهو واصل إلى نوع من القناعة. ولكن الإشكالية الحقيقة أنا وأثني على ما ذكرت أخي أبو ناجي في أنه البحث في الظاهرة الحقيقة أمر مهم، لأنه إذا باكر تريد أن تصنع أي نوع من المستقبل لازم أنت تصنع مستقبل وأنت عالج فيها هذه الإشكالية اللي أصبحت هي ظاهرة عامة وظاهرة مستشرية. المسألة هي بأنه يعني الآن مثل ما أنا قلت في البداية أنه جريمة القتل لا يبحث عن الجاني أحد، والسبب لأنه هناك يمكن أن يكون عشرات الجنى،
ممكن يبدأ من واحد والله عنده مشكلة مع مع كم واحد، وتنتهي إلى أن يكون مثل ما ذكر البعض وقال هذه أيدي إيرانية أو أيدي غيرها أو غيرها. وبين ذلك هذا وذاك أكو عشرات الاحتمالات. لا شك أنا لا شك إنه كما تفضلت أنت الآن، هذه الظاهرة لها أسباب مجتمعية، لها أسباب اجتماعية سياسية اقتصادية، والمعتقد يدخل كمحفز. أنا أحب أن أذكر هنا بأن هذه الظاهرة، أنت تقول إنه منين جتنا، إحنا أصلا ما كانت موجودة عندنا بالعراق ولا كانت موجودة في مكان، هي يلجأ إليها الناس عندما تتوفر لها العوامل. يعني لجأ إليها السريلانكيون، إيش اسمهم اللي كانوا اسمهم لجأ إليها الإيرانيون على فكرة في الحرب الأولى اللي هي بين العراق وإيران، استخدمت في لبنان، استخدمت في فلسطين، استخدمت في أماكن أخرى. يعني بمعنى آخر أن هذا السلاح هو سلاح من يكون قد وصل إلى حالة من اليأس ربما، وفي نفس الوقت تتوفر لديه القناعة بأنه يقوم بعمل نبيل، غض النظر عن أنه عمله ما هي الغاية التي يسعى إلى خدمتها. ولكن عفوا، يعني هنا لازم فيه تفصيل أظنه مهم، وهو تحديد ما الهدف. يعني على الأقل كنا نعرف أنه في ملفات معينة، في قضايا معينة، نعرف ما المطلوب. يعني الشخص الذي يقوم بالعملية عنده طلبات محددة، طلبات هو يراها محقة، ينتمي لمجموعة معينة تدافع عنها. على الأقل هناك جهة ما تتبناها. نحن الآن أمام وضعية مثل ما ذكر الأستاذ أنس مستجدة، نسمع بها تقريبا بشكل يكاد يكون دائم الآن في أفغانستان، في الباكستان، في، ولكن بدون، يعني لا يوجد وراها أي شيء. ما المطلوب؟ يعني أنا أقوم بهذه العملية لأطالب بماذا؟ جميل. وهذا هو الخطير في العملية في الحقيقة. لا، هو لما بتكون المظالم كثيرة جدا، هناك من يظن أنه بمجرد أن يضرب الأمر الواقع يكون قد حقق غايته. يعني هذا مبلغه من العلم، إنه في أمر واقع قائم وهو لا يريد لهذا الأمر الواقع أن يستمر، لأنه يعتبره سببا في محنته، سببا في مظلوميته، فيضربه بهذا الشكل. يعني هو بكل تأكيد أنا طبعا انقطعت ورجعت، ممكن أكون خارج التغطية معكم. الحمد لله على السلامة. جميعا. بكل تأكيد هذه العملية، العمل الانتحارية تتغذى على اليائسين والمحبطين، وبالتالي هذا ما عنده برنامج سياسي. يعني هذا ما هوش حركة سياسية، مش حركة مقاومة حتى يكون عنده مطالب أو يكون عنده برنامج سياسي أو عنده شيء يحققه. هذول محبطين ويائسين ولديهم قناعة بأنه ما في أي تغيير بالوسائل السلمية، وبالتالي هو يلجأ لهذه الأعمال اللي هي عمل تخريبي. يعني عمل تخريبي بامتياز، ليس له أي هدف. عملية قتل أعمى للمدنيين طبعا بعد استباحة دمائهم عبر جملة أدبيات يتم أخذها من، يعني بشكل مجتزأ من الدين الإسلامي، ثم يتم من أجل تبرير هذا العمل، ثم يعني يتم استخدامه. وبالتالي أنا بتقديري إنه النقطة الأساسية، بعرفش حتى كنت أحكي فيها، بعرفش إذا انحكت ولا انقطعت قبلها، وهو إنه ما دام الإسلام المعتدل يحارب في العالم العربي فعلينا أن ننتظر الإسلام المتطرف، لأنه ما بينفع. البديل لداعش هو الإسلام المعتدل. يجب أن يشارك الإسلاميون في العملية السياسية في العالم العربي من محيطه إلى خليجه. هذول مكون أساسي. عندما يكون، ولاحظ أن الدول اللي فيها إسلاميين يشاركون في العملية السياسية ما فيها إرهاب. يعني الأردن نموذج، يعني الإسلاميين يشاركون في وإن كانوا يشاركون بشكل يعني مش كامل وصوري، لكن مع ذلك موجودين وممثلين وغير مقموعين من سنة 89. العمل الإرهابي الوحيد كان لقادمين من العراق، ليسوا مواطنين أردنيين. إذا سمحت لي محمد، أنا لدي تعقيب فقط على قضية الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف. ربما الإسلام واحد في قناعتي، الإسلام واحد، إنما هي تفسيرات متنطعة أو تفسيرات وسطية أو تفسيرات مائعة
من الناس، يعني الناس هي التي تصنع تلك التفسيرات. أما الإسلام فهو واحد وهو واضح والصورة فيه يقينية واضحة. مشكلة أخرى اللي ربما تثيرها أنه كثيرين يرون ربما اللي عندهم تفسيرات متشددة أو هو ماذا فعل الإسلام المعتدل؟ ماذا فعل في الأردن مثلا؟ ماذا فعل في مصر مثلا؟ ماذا؟ وأحيانا قد يبدو الإجابة صعبة، يعني يقول طيب ما كان الإخوان في مصر ووصلوا بالديمقراطية ووصلوا بالانتخابات وانتخب عليهم ثلثي الشعب أو ثلاث أرباع الشعب، ثم جاء جنرال ذات صبيحة وذات وقام بالانقلاب وشاركه حتى آخرين بما فيهم إسلاميين آخرين وقتل الناس في الساحات العامة وأصبح يستقبل في الساحة في العواصم، ليس فقط العواصم الطغيان ولكن أيضا العواصم التي تقول أنها ديمقراطية. إذا ماذا فعل الإسلام الذي لديه تفسيرات أو المعتدلين من الإسلاميين؟ القضية ليست فقط لكن هو الكلام اللي قاله محمد عايش، سمحت لي يا أخ محمد العربي، الكلام اللي قاله محمد عايش أكبر مثال يثبت صحته يثبت صحته هو أن داعش أصلا لم تظهر على الساحة إلا بعد الانقلاب في مصر، يعني بعد أن عرقلت مسيرة التحول الديمقراطي وتمكنت الثورة المضادة التي مولتها السعودية والإمارات بتواطؤ مع قوى أخرى تمكنت من القضاء على هذه المسيرة، جاء هذا التيار الذي ينتسب إلى الإسلام أو يدعي النسبة إلى الإسلام ويعتبر أن الذين يرفعون راية الاعتدال فسقة ومنحرفين وإسلامهم غير مقبول. أنا أضيف لما تفضلت به دكتور عزام أنه أصلا هذا المنطق هو منطق أنه ماذا فعل الإسلام المعتدل، هو منطق اليائسين. هو المشكلة أنه إفشال تجارب الإسلاميين عبر المنطقة العربية أدى بالضرورة إلى خلق فئة أو شريحة من الشباب اليائسين المحبطين الذين لم يعودوا يؤمنوا لا بالمشاركة السياسية ولا بالأنظمة القائمة ولا بالإسلام السياسي ولا بالحركات الإسلامية المعترف بها، الحركات الإسلامية المنطقية، ولذلك هم جنحوا نحو العنف أقصى درجات العنف عبر داعش. المسألة الأخرى أنه دعنا نلاحظ أنه الولايات المتحدة، احنا اليوم نتكلم بعد 20 سنة من أحداث 11 سبتمبر، الولايات المتحدة حاربت تنظيم القاعدة ثم جاءت بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي هو أبو مصعب الزرقاوي، نعم، اللي هو كان أكثر تطرفا من القاعدة، صرنا نترحم على تنظيم القاعدة، واختلف أصلا مع الظواهري في الرسائل المسربة إنه هم كأن الظواهري أقل من أباح لك أن تكفر كل هذه البشر من الناس، حتى تنظيم القاعدة ترفعوا عن هذا التطرف. ثم الولايات المتحدة عادت الكرة مرة أخرى واستخدمت العنف أو الأقصى درجات العنف من أجل سحق هذا التنظيم، واختارت أبو مصعب الزرقاوي وصنعت منه بطلا، ثم جاء تنظيم داعش فصرنا نترحم على أبو مصعب الزرقاوي لأن أبو مصعب الزرقاوي أمام داعش أقل تطرفا. داعش بالمناسبة الشيعة مثلا لا القاعدة ما كانت تكفرهم، الزرقاوي ومن بعده هم الذين يكفرون. المثال أنه كلما أو النتيجة أنه إحنا اليوم بعد 20 سنة من محاربة الإسلام أو بعض المتطرفين الذين يدعون الإسلام، إحنا بعد 20 سنة كلما اندثر تنظيم متطرف جاء جيل أكثر تطرفا من هذه التنظيمات. وبالتالي إذا كان هناك حكمة في من يريد أن يحارب هؤلاء أو يريد أن ينهي هذا الفكر المتطرف، فعليه أن يدرك أو عليه أن يفكر أنه العنف لا يمكن أنه ينهي. وبالمناسبة حتى في الجزائر لما اعترفوا أنه الخلاصة في هذا أخ محمد، الخلاصة في هذا هو أن الطغيان يجلب التطرف ويتشدد التطرف كلما تشدد الطغيان. هذا اللي شفناه بعد 2013، يعني خاصة بعد انقلاب مصر، والطغيان يجلب الغزاة أيضا، يعني في جوانب عديدة. في سوريا كمثال بارز، يعني في نهاية المطاف اليوم الجميع يعترف أن الجيش العربي السوري هو رقم 8 ربما في داخل سوريا بعد الجيش الروسي والجيش الإيراني والجيش الأمريكي وجيوش أخرى. فالاستعمار يأتي من خلال الطغيان، التطرف والتشدد يأتي من خلال الطغيان،
الاعتدال والوسطية في أشياء كثيرة تجعل الناس ترتاح وتعبر عن آرائها وتفكر ويبتعد عنها اليأس. لأن اليأس نعم هو تفسير لحد التفسيرات، لأن بالمناسبة احنا هنا نفترض أن اللي قاموا بالتفجير حتما سيكونوا كانوا إسلاميين سنة في اليوم في العراق، وهذا ليس مؤكد من جهة. ومن جهة أخرى حتى لو افترضنا أنهم هم اللي قاموا بهذا العمل، فإن بدون أن نبحث لهم عن تبريرات، لأن لا مبرر لهم، والإرهاب مدان بشكل مطلق في أي كان فاعله هو تحت أي ظرف كان وفي أي تحت أي سماء كانت، ولكن الطغيان يجلب بكل تأكيد التطرف، وهذا شفناه أيضا في دول أخرى ليس فقط بعيد حتى عن البلدان المسلمين. يعني ذكر الدكتور أبو ناجي قضية سريلانكا مثلا، وهؤلاء لم يكونوا، والتامير والحرب التي تمت هناك، كان هناك أيضا حتى في أماكن أخرى ظاهرة الكاميكاز التي انتشرت آنذاك وكانت تحت إشراف حتى الدولة اليابانية يومها، ولكن والكاميكاز لم يكن يؤمن بأنه سيذهب إلى الجنة أو أنه سيتلقى كذا أو أنه لكن كان بالنسبة إليهم أن هذا طريق لإمعان في العدو أو في الغازي الذي كان آنذاك يدخل إلى اليابان على سبيل المثال. الإشكال هو دائما أن التطرف يجلب تطرف، الطغيان يجلب تطرف، الطغيان يجلب استعمار، وهذا الذي للأسف هذه الأنظمة التي تحكم هذه المنطقة التي تزداد بؤسا يوما بعد يوم لم تفهم ذلك، أو هي تفهمه وتعتقد أنها لا مخرج لها إلا بأن تكون طاغية لكي تتحكم في رقاب الشعوب.